اهم شيء تنفذ الحكم، شغل بزيرين ما نبي. اوكي يا واد عيب عليك، انا شكو كفو احكام يا عيال. مع بعض مع بعض الدعم على الدبل. اوكي يلا يلا يا عيال يلا بدا ايه ايه كوفو كوفو اللي اعطاني اسد مع كينج يا عيال مع كينج. ايه ايه ابراجك يا محر والله كفو كفو كفو. تامر حمزة وينكم يا عيال؟ كبسوا شيروا ما يفوز. كفو ايه اسودك يا كينج كفو كفو. يلا نفذ الحكم. اقول لا تكثر كلام هات احكامك. اقول هد هد بس شكلك منضغط صح؟ اقول لك لا تكثر كلام هات حكمك الاول. الحكم الاول شف ابيك تلبس عبايه وداخلها قميص وتحط الطرح البيضه تطلع بالشارع وتقول انا ميري انا ميري. سلامات يا ابويا مجنون انت. هات حكمك الثاني. خلاص الحكم الثاني تاكل 5 بيضات بقشورها. لو اموت ما اسوي عندي حساسيه من البيض. خلاص الحكم الثالث شفت البرج اللي فوق راسك ابيك تقطعه وتدعمني فيه. مستحيل احلق شعري يا ابويا. خلاص بنفذ حكمك الاول. كافو احكام يا شكش يا عيال شيروا البث ترى بالبث ها الحكم يتنفذ بالبث. انا مري انا مري. ايه فقي خلاص نفذت لك الحكم سري لك. هي ايش يبقى انت ما في شغل روح شغل. قوم يا واد سري لك امشي يا واد. وينها؟ ولك عين الطالعيني بعد؟ سلام عليكم. خليكي معي هنا، أنا دافع 25,000. تحسبينها بالسهل كذا؟ أنت وين لقيتها؟ وين لقيتها؟ لقيتها في الشارع العام ترقص مع العمال. ما في رقص. الله لا يبارك فيك اللي ما تستحين. شريحة المعفنة أكيد من الرقص وصيعة الوجه. يلا يلا قمي قدامي تروش يلا يلا. أوكي ماما جاء إن شاء الله. إحنا من اليوم ورايح لازم ننتبه لها زين ونخلي عيوننا عليها عشان ما تنحاش مرتين ثانية. لا تخافين يا بنت الحلال أنا مقفل البيبان وبركب كاميرات بعد. ودخلت الحمامنا بعد ورا ما تسبحت بحمامك. لا ولا بسرب حقك بعد هذه مهيب صاحية مهيب صاحية. لا لا مهيب صاحية مهيب صاحية تندي مهبولة مهبولة. وش اللي جاية؟ يلا غرفتك يلا. اوكي بابا مرة تانية ما في صوت كبير انا روح سفارة قوم يا واد.